اليوم الرابع من منافسات الدوري السنوي لعبد الرحمن اليوسفي. سجل برمجة مباراتين، الأولى جمعت بين فريقي نهضة زمامرة وشباب بنقرير، وبغض النظر عن النتيجة التي آلت لفريق شباب بنقرير بهدفين مقابل هدف واحد، فقد اعتبرت المواجهة فرصة لفريق نهضة زمامرة الصاعد حديثا لدهاليز البطولة الاحترافية اتصالات المغرب من أجل مواصلة الإعداد للموسم الجديد، خاصة وأنه احتفظ إلى حد كبير بالتشكيلة التي ساهمت في الصعود باستثناء جلب كل من إبراهيم البحري وعبد الصمد المباركي والمهدي مصياف والبرازيلي لوسيانو مقابل مغادرة 5 أسماء بين إعارة ونهاية العقد. بالمقابل عمد فريق شباب بنقرير إلى تشبيب الفريق بنسبة كبيرة، إذ حافظ على لاعب واحد وهو المدافع يوسف بوفضيلة مقابل جلب عدد كبير من اللاعبين الشباب من فرق الهواة، دون إغفال مسألة تطعيم الفريق من فئة الأمل. تغيير في استراتيجية ديال النادي ككل، لا من ناحية الريكروتمون لا من ناحية الترافاي، ولك ملي كتشوف مثلا واحد تقريبا واحد 80% من اللاعبين 21 22 سنه، كنضوع على ان لو بروجي ديال ليكيب تحط على هذا الاساس. هذا دوري اللي غادي يفيدنا حنا بزاف، لانه تقريبا 99.99% في اللاعبين كلهم جداد. ما اشتغلناش بزاف لانه اشتغلنا توسكي فيزيك، لانه وهذا الدوري هذا عطانا واحد اشياء اللي كانت مهمه. وفي المباراة الثانية التي جمعت بين فريقي يوسف برشيد وشباب المحمدية والتي انتهت بالتعادل السلبي 0 لمثلها، اعتمد المدرب سعيد صديقي على مجموعة من اللاعبين الذين جلبهم لتعزيز صفوف الفريق كاللاعب السابق للوداد فابريس أونداما ووسام البركة القادم من رجاء بني ملال وآخرين. بعض اللاعبين كانوا في طور التجربة، لنا حديث حنا ستاف تكنيك على المستوى ديالهم المشاهده. أونداما اسم يتكلم عن نفسه، تسولي كذلك، وسام بركه، النياني، الشيخي، الحارس الحلو، تبارك الله اللاعبين في المستوى اللي قدروا يأتوا الفريق. الأمر نفسه بالنسبة لشباب المحمدية الذي يواصل استعداداته للموسم الجديد من خلال مشاركته في هذا الدوري، مع جلبه لعدد كبير من الأسماء الجديدة ومغادرة أخرى في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة. احنا بدينا التدريب ديالنا هذه مدة 3 أسابيع، والدوري كما قلت لك جا في الوقت المناسب باش نحاولوا نجربوا اكثر عدد من اللاعبين. كما شفتي لعبنا مباراتين، المباراه الاولى نازمنا بواحد 0، المباراه الثانيه 1-1، ولكن كما شفتوا التشكيله تاع شباب محمديه يمكن اعتمدنا على يمكن 25 لاعب اللي قحمناهم اليوم، بين لعبنا فريقين اضافه الى 3 لاعبين تم اقحامهم في اخر مباراه. فهذا الدوري هذا يمكن غيكون عنده واحد الدور ايجابي بالنسبه لشباب محمديه. الدوري شكل بالنسبة للأندية المشاركة فرصة مواتية لمضاعفة جرعات الجاهزية قبل دخول غمار موسم شاق للغاية.